اهلا بيكم في قناة ايمي يامي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلوة وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة هنعمل كوكيز الشوفان. الوصفة الاصلية لكوكيز الشوفان اللي هو بيكون من بره مقرمش بس من جوه طري شبه الكيكة. الوصفة دي بجد تحفة جدا، مفيش حد دقها ومحبهاش، وصفة جميلة جدا. وهنعملها، هنحشيها بالزبيب، اللي مش حابب الزبيب ممكن يشيله او ممكن يحط بداله شوكليت شيبس. يلا بينا نبتدي. هنحط 230 جرام مكعبات زبدة تكون باردة ولسه طالعة من التلاجة. هحط عليهم 250 جرام سكر ابيض، ومعلقة كبيرة عسل اسود، هستخدم القطعة ديت علشان تساعدني شوية ان احنا نفتت الزبدة الساقعة ديت مع السكر وتخلطهم مع بعض. بعد ما الزبدة تختلط كويس بالسكر هنشيل القطعتين اللي هما بتوع العجان دول، وهنحط المضرب بتاع البيض وهنبتدي ان احنا نضرب بيه لغاية ما ننعم الخليط ده جدا كده ويبقى قوامه كريم. بعد ما نوصل للقوام الكريمي اللي احنا شايفينه قدامنا ده، احنا مش هنبقى محتاجين مضرب البيض في حاجة. احنا ممكن ان احنا نكمل باقي الخطوات اما بايدينا او بالقطعة اللي استعملناها في الاول دي. هنضيف 240 جرام زبيب وهخلطه اول حاجة مع الخليط اللي عندي، علشان انا عايزة كل زبيبة تتغلف بالطبقة كده من الزبدة علشان ما ينزلش كله في القاع بتاع الكوكيز ويتحرق. هضيف 110 جرام شوفان سريع الطهي اللي هو بيبقى متكسر مش حبة كاملة،
بعد ما اخلطهم هضيف 10 جرام بيكنج باودر، معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة قرفة. في آخر الفيديو هجمع لكم المقادير بالجرام وبالكوباية. بعد ما نخلط الشوفان هنضيف 300 جرام دقيق كافة الأغراض، هجيب بيضتين وهضربهم بالشوكة كده في الطبق قبل ما انزل بيهم على العجينة. هبتدي ان انا اشكل العجينة على شكل كور. انا هنا هستعمل الميزان بس علشان تطلع كلهم مقاسات واحدة. هعملها كورة بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، وهرصهم عندي في علبة او في صينية. بعدين هنغطي العلبة بتاعتنا أو الصينية بشكل محكم وهندخلها التلاجة على الأقل ساعتين. أنا هنا كنت سبتها ليلة كاملة، مفيش مشكلة في التلاجة. هنجيب صينية وندهنها زيت، ابتدي ان انا ارص فيها الكور بتاعتي بالشكل اللي هي فيه ده كده، واسيب مسافات كبيرة بينهم علشان الكور كل كورة من دول هتسيح في الفرن وهتتفرد وتاخد شكل الكوكيز بتاعنا. هدخلها فرن 180 لمدة ربع ساعة تقريبا، لغاية ما نلاقيها من فوق كده بقت الكوكيز لونه ذهبي كده وبالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده كده. هي بعد ما استوت شايفين اتفردت ازاي واخدت شكل قرص كده، مش زي ما احنا كنا مدخلينها، كانت شبه الكورة. بصوا مقرمش من فوق ازاي ومن جوه شبه الكيكة، طري جدا كده وبيدوب في البق، وبجد وصفة جميلة جدا.
استنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة.